السلام عليكم. تابع اليمنيون في الداخل والخارج عن كثب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، الانقلاب الذي فشل نتيجة الالتفاف الشعبي المؤيد للحكومة التي جاءت بطريقة ديمقراطية. اليمن وهي تعيش مرحلة انقلابية منذ سبتمبر أيلول 2014 تبدو أكثر تطلعا للأدوات التي كسرت الانقلاب العسكري في تركيا. تبدو المقارنة بالغة الصعوبة نتيجة حالة التخدير السياسي التي صاحبت الانقلاب في اليمن من قبل السلطة والنخبة السياسية والمباركات الدولية كما قيل حينها، إلا من غضب شعبي لم يصمد طويلا خصوصا مع تحييد المؤسسات العسكرية. ولعل أبرز المحطات في المقاربة بين الانقلابيين لغة الصدق بين الحاكم والمحكوم وتسليم قدر البلد في اللحظة الحرجة للسلطة الحقيقية وهي سلطة الشعب. والواضح أن ثمة دروس تاريخية مشتركة بين كل الشعوب التي تعيش لحظة صراع الديمقراطية والانقلاب ومنها بلادنا. فمن الدروس المستفادة بين الانقلاب في اليمن وتركيا تتضح العديد من الخلاصات، أهمها أن الإرادة الشعبية لليمنيين لم تكن تختلف عن الإرادة الشعبية للأتراك، لكن النخب العسكرية والسياسية في اليمن وكذلك المجتمع المدني لم تكن بالمستوى الوطني والنباهة فيما يتعلق برفض اختطاف الدولة. وبحسب متابع فإن من بين الدروس المستفادة أيضا غياب الدور الإعلامي الوطني على مستوى الخطاب الرسمي أو وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل دورا بالغ الأهمية في حركات الأمم والشعوب وتغير مناخها، كما لعبت دورا هاما في إفشال الانقلاب في تركيا. بينما كانت الشرعية تحتاج إلى آلية إعلامية قوية لمواجهة الانقلاب والتواصل مع الجماهير وأحثها على الدفاع عن إرادة الشعب التي تعرضت للانقلاب والاستلام. وهنا نحاول البحث في الخيوط المشتركة والدروس المستفادة وطبيعة ما حصل عن الانقلاب من داخل الدولة وخارجها. حول مقاربات صراع الديمقراطية والانقلاب في اليمن وتركيا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في الساعة الأولى تم قراءة البيان رقم 1، وشل الانقلاب الذي نفذته قوات من سلاح الجو وبعض قوات الجيش الحياة في المدن الرئيسية بتركيا، وتمت السيطرة على معظم مقار مؤسسات الدولة. ألغي الدستور وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت الأحكام العرفية. في الساعة الثانية خرج الرئيس التركي مخاطبا شعبه عبر تطبيق هاتفي بالنزول إلى الشوارع والميادين والمطارات رفضا للانقلاب. اندفع الشعب بمكوناته المختلفة وتياراته السياسية المعارضة رافضا أن يعزل الجيش حكومته المنتخبة ودافع عن نظام الحكم الديمقراطي. ساعات عصيبة وعاصفة في تاريخ وحياة الشعب التركي الذي قرر الخروج للحفاظ على مكاسبه المدنية والديمقراطية. بصوت المذيعة ذاتها التي أرغمت على قراءة بيان الانقلاب أعلن سقوط الانقلاب بعد ساعات قليلة. قال رئيس الوزراء السابق إن اليوم هو يوم إعلاء صوت الشعب التركي عاليا في كل المدن وعلى صوت الشعب هادرا في جميع أنحاء تركيا. هتف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض عقب ذلك في كلمته في البرلمان: لقد أقسمنا على حماية الديمقراطية والحرية إلى الأبد. من قال إن إرادة الشعوب لا تقهر فقد صدق. راقب اليمنيون بصبر وقلق بالغين تلك الساعات العصيبة التي مرت بها تركيا، وهم يتذكرون بكثير من الأسى مصير بلدهم وما تعرض له من تجريف حاد نتيجة انقلاب 21 من أيلول الأسود قبل عامين. تذكر اليمنيون تصديهم للمشروع الانقلابي عقب السيطرة على مدينة عمران من قبل ميليشيا الحوثي، فخرجوا باصطفاف وطني مؤيد للرئيس الشرعي، بينما وقفت معظم الأحزاب والقوى السياسية والنخب موقف المراقب المحايد للميليشيا التي تلتهم الأرض وهي في طريقها إلى صنعاء. لم تسقط العاصمة بين عشية وضحاها، فقد كانت مؤشرات الانقلاب تتوالى منذ سقوط عمران التي ما أن سلمت للحوثيين حتى أعلن حينها عن انتهاء التمرد وعودة عمران لحضن الدولة. بأن الأمن والاستقرار قد حط في عمران. من قال إن الشعب اليمني يبدو مقهورا اليوم أكثر من أي وقت مضى فقد صدق أيضا. فشعب آمن بالحرية والديمقراطية يعيش حالة من التخدير بعد أن خذلته قياداته ونخبه السياسية.
شعب يمتلك المؤهلات الكافية للدفاع عن إرادته كتلك التي امتلكها الشعب التركي، لكنه لا يمتلك تلك المؤهلات على مستوى النخب والقيادات. وكما قيل، لا يوجد شعب خائن، ولكن توجد نخب خائنة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ طلال جامل، الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بتركيا. مساء الخير أستاذ طلال. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ طلال. بداية، يعني لو قمنا بقراءة إجمالية لطبيعة ما حصل، وخصوصا المواجهة السريعة التي تمت بين الشعب والانقلاب. في الحقيقة ما حصل هنا في تركيا هو انقلاب كامل متكامل الأركان، خطير للغاية، كاد أن يدخل البلاد في أتون الصراعات والانقسامات. شهدنا هناك طائرات مروحية تقصف مبنى هيئة الأركان، واحتلال لأبراج أكبر المطارات في البلد هو مطار أتاتورك في إسطنبول. كانت هناك حركة خطيرة أيضا، وهي تميز هذا الانقلاب، وهو محاولة قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فبالتالي نحن أمام مشهد دامي كاد أن يرتكبه الانقلابيين ويدخلون تركيا في غموض وصراعات. في الحقيقة المجموعة التي قامت السلطات التركية من في الساعات الأولى أعلنت أن هذه المجموعة الصغيرة من بعض الرتب المتوسطة في صفوف الجيش أو بعض وحدات الجيش التركي هي موالية لجماعة كولن، أو كما يطلق عليها الأتراك هنا، هي التنظيم الموازي الذي حاول مرارا وتكرارا، وليس هذه المرة الأولى، بل هي العديد من المرات التي حاول فيها محاولة الانقلاب. وكانت هذه هي وكان هذا هو المشهد الأكثر دموية والأكبر شهدته البلاد. سقط العديد من القتلى والجرحى، ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما الخطوة المميزة والاستثنائية التي اطلقها الرئيس التركي عبر الهاتف برسالة يوجهها للشعب بالنزول لحماية المكتسبات الديمقراطية وإعلاء صوت الشعب، فكانت الاستجابة مباشرة من ملايين الجماهير التي نزلت إلى الشارع واستطاعت ان تقطع الطريق امام مسيرة الانقلابيين. نعم، كيف تقرأ أستاذ طلال هذا التفاعل السريع وهذه الاستجابة التي، يعني ما إن أطلق النداء حتى خرج الملايين إلى الشارع لتلبيته؟ في الحقيقة المجتمع التركي تطور سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، أصبحت الديمقراطية أصيلة في هذا الشعب الذي ذاق مرارات حكم العسكر على مدى أكثر من 60 عاما وأكثر. هذا الفهم وهذا الوعي بالديمقراطية ومكاسبها استطاع أن يلبي النداء، واستطاع أن يوقف مثل هذه المحاولات. والجميل في الشعب التركي الذي نزل، لم ينزل لون واحد أو حزب واحد أو توجه واحد أو جماعة معينة إثنية كانت أو قومية، بل نزل الشعب بكل تكويناته وبكل أحزابه وبكل معتقداته، نزل لحماية تركيا، وكان العلم التركي هو سيد الموقف الذي رفع من جميع هذه الجماهير. أيضا لحقته الأحزاب الكبيرة، ولا سيما الحزبين الكبيرين العريقين في تركيا، وهو حزب المهبة والجهبة، الحزب الشعب الجمهوري وحزب والحركة القومية، اللذان أعلنا في الساعات الأولى رفضهما لأي محاولة انقلاب، لأن أي انقلاب سيكون انقلاب على الديمقراطية وعلى الوطن وعلى هذا المنجز. نعم، الذي سنتحدث أستاذ طلال عن موقف الأحزاب لاحقا، ولكن اسمح لنا بداية أن يعني يكون معنا أيضا الأستاذ جاهد توز، المحلل السياسي من أنقرة. مساء الخير أستاذ جاهد. أستاذ جاهد، هل تسمعنا؟
نعم أنا أسمعكم. نعم أنا أسمعك أختي. نعم نعم سيد جهاد، يعني كنا نتحدث أنا وضيفي عبر سكايب الأستاذ طلال الجامل حول سرعة استجابة الشعب التركي للنداء الذي أطلق من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان ل يعني الجماهير أن تخرج لحماية مكتسبات الديمقراطية ولحماية البلد، كيف تعلق أنت على هذه السرعة وعلى هذا يعني التجاوب والتفاعل مع هذا النداء؟ نعم لا شك هناك كثير من الرسائل نستطيع أن نتحدث عن هذه الرسائل في الموضوع، وأيضا هناك كثير من النتائج نستطيع أن نستخرج من نزول الشعب التركي إلى شوارع. أولا الشعب التركي قرر أن يقف مع زعيمهم وهو سيد رجب طيب أردوغان، وأيضا الشعب التركي وقف مع جانب الشرعية، والشعب التركي أيضا أرسل رسالة إلى كل العالم وقالوا نحن لن نسمح لأي تداخل خارجي، ونحن لا نسمح أي طرف من الأطراف أن يديرون بدون إرادتنا، ونحن صاحب إرادتنا ونحافظ إرادتنا. وهذه الرسالة واضحة ومهمة جدا. اليوم طبعا بدأ حشود الشعب التركي نزلوا إلى شوارع، وإلى الآن أعتقد إلى الصباح سيبقون في شوارع، وأيضا هذه تحمل رسالة، ويقول الشعب التركي أيضا مع استمرارهم في شوارع يقولون نحن لن نسمح أبدا لأي محاولة انقلابية في تركيا. وهذه رسالة مهمة، لابد كل العالم أن يحترموا بهذه الرسالة، وأيضا هذه الرسالة يفتح أبواب سواء كان لتركيا سواء كان للمنطقة سواء كان للعالم، يحمل رسائل مهمة جدا أن شعب في العالم كل لابد أن يتوحد ضد محاولات مثل ذلك، وتركيا أصبحت نموذج ناجحة ونموذج مهمة جدا لكل عالم، وأهم شيء لتركيا وللمنطقة. نعم أستاذ جاهد، يعني هل نستطيع القول أن الأمة التركية شعبا ودولة وصلوا إلى مرحلة الإطمئنان على مستقبل تركيا المتجددة بالديمقراطية؟ بالتأكيد هذه محاولة، يعني فشل هذه محاولة التوحد سيكون سيؤدي الشعب توحد مع حكومتهم، وأيضا هذه محاولة من أهم نتائج، يعني ما كان هناك كما تعرفون كان هناك كثير من الانفجارات في تركيا للأسف، رغم هذه الانفجارات لم نستطيع أن نستمع إلى أحزاب معارضة أن يعطي بيانا مشترك مع الحزب عدالة والتنمية أو مع الحكومة، ولكن في هذا العمل في هذه المحاولة الإرهابية اليوم جمع كل نواب مع النواب مع الحزب عدالة والتنمية والأحزاب المعارضة جمعوا في البرلمان وقالوا نحن ضد هذه المحاولة، نحن لن نسمح لذلك، وهذه أيضا نتيجة مهمة جدا. أعتقد الشعب التركي طبعا سيقف بجانب الشرعية وبجانب إرادتهم، ولن يسمح بأي طرف من الأطراف أن يأتي أن يأخذ سلطة بسلاح برصاصة وبأي شيء غير قانونية غير شرعية، وهذه الرسالة الشعب التركي إلى العالم كله. أيضا هذه كما قلت الشعب التركي مرة أخرى قال نحن مع زعيمنا وهو سيد رجب طيب أردوغان. أعتقد الرابح أكبر من هذه المحاولة سيكون سيد أردوغان، وهو سيكون رابح أكبر في من هذه المحاولة. من أي ناحية سيعد الرابح الأكبر؟ لأن أكد مرة أخرى أن الشعب التركي مع زعيمه وهو جاء إلى السلطة بديناميكيات قانونية، ولذلك الشعب التركي سيقف مع السيد أردوغان. كما قلت أردوغان كان دائما يقول أن هناك عناصر مختلفة ويعملون للصالح
ديناميكيات مختلفة، مثلا مثل جماعة فتح الله غولا وهذه جماعة إرهابية، كان دائما يتحدث يقول أن هناك عناصر تابعة هذه الجماعة موجودة في الجيش التركي، ولكن كان بعض الاستفهاميات عند عقول الشعب التركي، ولكن مع هذه المحاولة ذهبت هذه الاستفهامات كلها، والشعب التركي يعطي حق لأردوغان أنه نعم الآن نحن أدركنا بشكل واضح أن هناك عناصر مختلفة يعملون لصالح ديناميكيات مختلفة بالجيش التركي، ونحن لن نقبل ذلك. هذه سيعطي صلاحية أيضا لأردوغان لتطهير الجيش التركي من هذه عناصر لا يعملون لصالح الجيش التركي ولا يعملون لصالح تركيا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ جاهد توز المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. عودة إليك أستاذ طلال. أستاذ طلال، يعني لو قمنا بقراءة يعني لمقاربة بين الانقلابين في اليمن وتركيا، ما هي أبرز الخطوط العريضة التي يمكن لنا الحديث أو البدء بها للدخول إلى تلك المقاربات؟ في الحقيقة من الصعب أن نتحدث عن مقارنة بين الواقع اليمني وما حدث فيه وبين الواقع التركي، والسبب أن الأتراك أو المجتمع التركي أو العقل النخبوي التركي وصل إلى مراحل متقدمة من الفهم في المسائل الديمقراطية وحقوق المواطنة، وأقصد هنا بالفهم أي الإيمان بتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال شاهدنا الموقف لرئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو ورئيس الدولة الأسبق أيضا عبد الله غول، اللذان ظهرا بشكل مفاجئ وسريع وهم يتحدثون عن المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب، متعالين بذلك عن أي إشكاليات حصلت في مسيرتهما أو أن الإشكاليات التي كانت ظهرت في أزمة داخل بنية حزب العدالة، وهذا دليل على النضج الديمقراطي الذي وصل إليه هذا الشعب. في المقابل عندما نتحدث عن اليمن سنتحدث عن ديمقراطية حديثة، عن نخب ما زالت يعني لم تمتلك تلك القدرة وذلك العمق في التناول مع الديمقراطية، وقد شاهدنا ذلك يعني هل استطيع أن أفهم من كلامك من النخب اليمنية نعم. التي لم تستطع أن تحافظ على مكاسب ثورة الشباب في 2011 نعم. هل المشكلة إذن في النخب فقط، ويعني لا مشكلة لدى الشعوب وإنما في النخب؟ أنت تتحدث عن العقل النخبوي التركي الذي وصل إلى مرحلة من الفهم والإيمان بالديمقراطية على عكس النخب اليمنية. نعم، أنا أتكلم عن النخب، النخب هي جزء من الشعب، وبالتالي العلاقة هنا يعني مترابطة مع وعي الشعب ووعي النخب، لا يمكن فصل النخب عن الشعب أو الشعب عن النخب. لو سمحت لي أكمل فكرتي فقط. أنا أقول يعني أن في اليمن هذا الارتخاء من هذه النخب وعدم التصاقها بالشعب بما يتعلق بالفهم الديمقراطي أو بالوعي الديمقراطي، حيث قام اليمنيون أو قمنا بثورة عظيمة هي ثورة 2011، وبالتالي نترك رئيس بجيشه وبقواته الخاصة يصول ويجول في البلاد، وفوق كل ذلك نمنحه الحصانة، وفوق كل ذلك نشركه في حكومة ونعطيه أكثر من النصف، ثم نقول كيف حصل الانقلاب في سبتمبر وكيف انقلب على مؤسسات الدولة. في الحقيقة نحن قمنا بالتوصيف الحقيقي بنصف ثورة، وبالتالي كما يقال نصف ثورة يعني كمن يحفر قبره بيديه. هذه أنا أعتقد النقطة الأساسية التي كانت هي الفيصل في الثورة المضادة التي حصلت في بلادنا، إضافة إلى عدم الوعي لدى النخب المتباينة كانت سواء اليسارية أو الأحزاب المحافظة الإسلامية، بالتالي كانوا الكل شركاء
في عدم إيجاد الحلول الجريئة والسريعة في إتمام ما أفاض إليه اليمنيون من مؤتمر الحوار الوطني، ولكن تركت الأمور على عوائنها، وبالتالي استغل الآخرين أو أعداء ثورتنا من الثورة المضادة سواء من ميليشيات الحوثي أو علي عبد الله صالح هذا الارتخاء وهذا التباعد، وانقضوا على الدولة بكل مؤسساتها، وكما شاهدنا في يوم 21 سبتمبر. نعم أستاذ طلال، يعني تحدث الأستاذ جاهد عن الكيان الموازي العميق داخل الدولة، والذي حاول أردوغان أن يطهر الجيش منه أكثر من مرة، وربما ستكون هذه فرصته الثانية. هل يمكن أن نقول يعني أنه يشبه إلى حد ما ما ترك كما تفضلت يعني من حصانة ومن يعني من قبل الرئيس المخلوع، أنه هو كان مسيطر على كثير من أذرع الجيش داخل البلاد؟ هل يمكن أن يعني نقول بأن هذا هو ما دعا إلى مثل هذا الانقلاب في الناحيتين؟ لا أعتقد، طبعا المقارنة هنا لا ليس صحيحة، والتنظيم الموازي أو الحديث عن التنظيم الموازي يختلف تماما عندما نتحدث عن ميليشيا أو نتحدث عن علي عبد الله صالح والقوات التابعة له. تركيا تمتلك جيش قوي، جيش له مؤسساته، وعندما يقوم أو كان يقوم الجيش في السابق بالانقلابات العسكرية فكان المحرك له السياسيون التي كانوا مرتبطين بالقيادات العسكرية هناك، ولكن عندما تخلص الأتراك أو تخلص الأتراك بكل فئاتهم من هذا الإرث المتخلف حكومة العسكر، استطاعوا أن يرتبوا هذه المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها بعيدا عن المسائل المدنية. لكن في اليمن لا تستطيع أن تتحدثي بهذه المقارنة. أيضا جماعة التنظيم الموازي هي جماعة كانت شريكة في مع حزب العدالة عندما انطلقوا في بداية 2000 أو بشراكة في العمل السياسي، وكانوا يعني كما نسميهم يعني شركاء في العملية السياسية، ولكن اختلاف وجهات النظر بدأت تتراكم والاحتقانات بدأت تتراكم، وبدأت التجاذبات بين الأحزاب الأخرى هي التي سببت هذه القطيعة. ولكن اتجاه هذه الجماعات جماعة كولن إلى أعمال لمحاولة انقلابية كما تقول السلطات التركية، بالتالي أخرجها عن إطارها في العمل السياسي وتصنيفها بأنها تسعى إلى تفكيك الدولة أو مركزية الدولة التركية، وبالتالي تصنف كجماعة إرهابية. تراكم هذا الدعوة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. أعتقد الآن أن السلطات التركية ستتخذ إجراءات صارمة وجريئة وقوية، وقد بدا ذلك واضحا من خطاب الرئيس التركي الذي قال لن ننتظر ولن نسمع من أحد ولن يتدخل أحد في محاكمتنا لهذه الجماعة. معنى ذلك أنه سيقوم بنصب المحاكم العادلة، ونحن في دولة ديمقراطية. أعتقد مهما كانت تركيا ومهما كان الغضب الآن في الشارع التركي على هذه الجماعة، إلا أن المسار الديمقراطي سيتخذ طريقه في التعامل مع كل الفئات التي تخرج عن هذه عن تعاليم الدولة أو الذي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ طلال أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ طلال، واسمحوا لنا فقط أن ينضم أيضا لحوارنا هذا الأستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور والعافية، أهلا بك. أهلا بك أستاذ نبيل. بداية يعني كيف يمكن المقارنة بين المواقف الشعبية والسياسية بين البلدين تركيا واليمن؟ الموضوع كله في السياق نفسه، يعني المقارنة بحد ذاتها هكذا من غير أخذ الظروف والشروط الاجتماعية والتاريخية وخريطة القوى السياسية، هو يعني عمل أيديولوجي له غاية أيديولوجية لإثبات أننا يعني الشعوب العربية هذه لا تصح لا لديمقراطية ولا لعمل ثوري وإلى آخره. نعم. الأمر المميز جدا بل في الموضوع هذا كله هو سلوك القوى السياسية، يعني في بعد ساعتين تقريبا من إعلان الحركة الانقلابية في تركيا، أعلنت الحركة القومية وحزب الشعب
وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا، ولديهم مواقف جذرية وراديكالية ضد أردوغان، ولكن مع ذلك وقفوا ضد هذا الانقلاب. يعني عندهم هؤلاء بهذا الموقف أعطوا درسا أساسيا بالنسبة للعرب جميعا، النخبة السياسية العربية، حول معنى أن تكون وطنيا وديمقراطيا ومعنى أن تكون خصما سياسيا. الموضوع في اليمن طبعا مختلف لأسباب كثيرة ممكن نناقشها لاحقا. نعم، إذن يعني كيف تتحدث عن مواقف الأحزاب السياسية اليمنية خاصة يعني في فترة الانقلاب، وكما تفضلت يعني كيف أثبتت الأحزاب الوطنية التركية كيف أن انتمائها للوطن أولا وأخيرا بغض النظر عن أي اختلافات؟ يعني لو شو تحبين انت الان اناقش لك الوضع اليمني، يعني كيف كان الوضع في اليمن؟ كان كالتالي. اول شيء واهم واخطر خطوه حدثت في الانقلاب اليمني بكله، يعني بكل تفاصيله، هو اتفاق السلم والشراكه. عموما بصوره عامه، اي انقلاب ناجح حتى يتم نجاحه ويعني يستمر في الزمن لابد من طبعنه الحياه السياسيه، بمعنى أن تعترف أطراف سياسية معينة بهذا الانقلاب كسلطة شرعية ويتم نسيان الماضي. هذا شرط أساسي حتى للقبول الدولي بالمناسبة. في مصر وفي اليمن قامت القوى السياسية بشرعنة الانقلاب منذ اللحظة الأولى. اتفاق السلم والشراكة كان مخرجا للحوثيين وعلي عبد الله صالح، ولم يكن مخرجا للقوى السياسية. كان مخرجا في الأساس للجهة المنقلبة. مثل كل اعتراف جهة منقلبة هو مخرج لها حتى لا تسقط بعد ذلك في مأزق في اليوم التالي. نعم. في اليمن ايضا دخلوا في هذا الحوار وظلوا يتناقشون عن اشياء تافهه. يعني الان لنتخيل مثلا ان القوى السياسيه اليمنيه قررت الا تذهب لاي حوار. المجتمع الدولي والعالم كله والمجتمع اليمني سيواجه الحركه الحوثيه وعلي عبد الله صالح على اساس انهم ناس متمردين. والان بماذا يقابل المتمرد؟ يقابل بالحرب، يقابل بالمظاهرات، يقابل، لكن لا يستطيع لا ان يشكل حكومه، لا يستطيع لا ان يجري حوارا، لا يستطيع حتى الاعتراف الدولي يصبح صعبا جدا في هذه الحاله. لكن في مصر واليمن لان القوى السياسيه وافقت على الانقلاب وشرعنته من اول لحظه، كان سهلا جدا على الانقلاب ان يستمر وان يبدا في التغلغل في جهاز الدوله. طبعا في الحاله المصريه هو جهاز الدوله اللي قام بالثوره المضاده اصلا بالانقلاب، ولكن استطاع بكل سهوله ان يستمين القوى المجتمع الدولي، واستطاع المجتمع الدولي ان يقول يعني في النهايه هذه قوى سياسيه اعترفت بهذه الجهه ونحن ناتي لن نكون يعني ملكيين اكثر من الملك بهذا المعنى. نعم. افهم من كلامك استاذ ايمن يعني ان الاراده الشعبيه في اليمن خذلت من قبل يعني نخبها؟ بالتاكيد، هذا امر لا شك فيه. في كل الحالات الاجتماعيه النظر دائما الى المجتمعات بحكم انها جوهر. يعني تعرفي هذه الايام، يعني الليله الماضيه هرست كلمه ليش الشعوب الحره هذه او الشعوب الحيه. الحيه المجتمعات، ايوه الشعوب الحيه هذه، لا يوجد مجتمع حي ومجتمع ميت. هناك قوى سياسيه تستطيع ان تواكب الاراده الشعبيه وتنظمها، وهناك قوى سياسيه بين قوسين طبعا خائنه. نعم. تخذل القوى والحركات والامال الشعبيه والتطلعات الشعبيه. الامر الاساسي في مصر وفي اليمن ان القوى السياسيه حبذت مالت للاستجابه لامراضها التاريخيه، للمماحكات، حتى للاهداف الشخصيه الانتهازيه البسيطه على حساب وطن ودوله. هذا ما حدث في اليمن بالتحديد. نعم، إذن لو تحدثنا أستاذ أيمن عن موقف بعض الديمقراطيين اليمنيين وأيضا غيرهم في البلدان العربية المؤيدة أو التي أيدت هذا الانقلاب العسكري، كيف يمكن يعني أن يعكس مثل هذا الانفصام الديمقراطي؟ في الحقيقة هؤلاء ليسوا ديمقراطيين. الديمقراطية أولا يعني كل فكرة طبعا بإمكانها أن تكون أيديولوجيا. هؤلاء الناس الديمقراطية بالنسبة لهم مجرد عنصر خطابي. نحن ديمقراطيون، هذا أمر ممتاز، أوكي الخطوة اللي بعد الآن. الديمقراطية دائما لها محكات، هذا كان أحد المحكات. الآن أنت معك في طرف أنت ضده على طول الخط، ولكن هل تفضل عليها العسكر والديكتاتورية أم تفضل أن يبقى وتستطيع أن تزيحه بعد ذلك وأن تناضل حتى تزيحه بعد ذلك بوسائل سلمية وديمقراطية؟ في الحقيقة الواقع الذي يعني طبعا هذا أمر نناقشه منذ فترة نحن، لأنه كان واضح منذ أيام الثورات العربية ومنذ المرحلة الانتقالية يعني بعد 2011 إنه الديمقراطيين العرب في الحقيقة لم يستبطنوا الديمقراطية كما يقولون، كانت مجرد عنصر خطابي لعب فيها الموضوع المجتمع المدني ولعب فيه موضوع يعني المشاريع المدنية المولة من الجهات الغربية، فاستبطنوا يعني أقاموا وأخذوا هذه المفاهيم مثل الديمقراطية والمواطنة فقط كعنصر خطابي حتى يقنعوا الآخرين بأنهم أشخاص جيدين يعني وأنهم تركوا الأيديولوجيا، لكن في الحقيقة هم ليسوا ديمقراطيين. هناك ألف دليل ودليل. طبعا الانقلاب في تركيا في الأمس كان مجرد يعني إشارة لهذا الخلل البنيوي العظيم الموجود في النخبة الثقافية العربية.
نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ طلال. أستاذ طلال، وتحدثنا عن يعني فيما يتعلق بالموقف الشعبي وأهمية الضغط الشعبي في الدفاع عن فكرة الدولة والديمقراطية، كيف تقرأه؟ لا شك أن حركة الشعوب لا يستهان بها، وقد شاهدناها في مجتمعاتنا العربية كيف استطاعت أن تقتلع طغاة كانوا من يعني لهم صولات وجولات في مجتمعاتهم، ورغم ذلك استطاعوا بمظاهرات سلمية من اقتلاعهم، لولا أن ظروف المنطقة وظروف النظام العربي التي تحكمه أنظمة متسلطة جبارة تمتلك القوات وتمتلك الجيش، وليست هي مجتمعات في الأصل ديمقراطية، وبالتالي كان من السهل أن يحركوا تلك الأسلحة والدبابات إلى الشوارع ولإخافة الناس، وهذا ما حدث في اليمن أو حدث في مصر أو حدث في بعض المناطق. الصورة هنا تختلف، في تركيا الشعب حيد الجيش بكل مؤسساته، وبقيت بعض الجيوب هنا أو هناك، وهذا أمر طبيعي أن تبقى بعض الجهات أو بعض الأحزاب لها علاقات بالمؤسسات العسكرية، ولكن مهما بلغت لن تصل إلى مرحلة أن تقلب نظام الحكم بالدبابة. لكن ما زلنا نحن وللأسف الشديد في المجتمعات العربية مجتمع ما زالت الدبابة هي من تحكم، وما زال العسكر هم من يحكمون شئنا أم أبينا، وبالتالي نحتاج إلى تربية هذه الشعوب وإلى انتشالها من 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 براثن الجهل إلى مفاهيم الديمقراطية، وأنا أقصد هنا بالذات النخب السياسية. وقد شاهدنا المشهد المخزي للنخب اليسارية والليبرالية العربية بين قوسين، التي تناولت في الساعات الأولى خبر الانقلاب في تركيا وهي تتكلم بكلام أشبه إلى النكتة منه إلى الكلام العقلاني والموضوعي الذي المفروض أن يتحدث به الليبراليون والقوميون أو اليساريون. بالعكس كان الحقد وكانت السطحية في الكلام هي البادية عليهم في تفاعلهم، أو سواء عبر التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، وما تفسيرك لأصحاب التوجه المدني، كيف اقتنعوا بقبول فكرة انقلاب عسكري رغم المنادات الدائمة بحرية الشعوب وديمقراطيتهم وشعارات التي تردد دائما حول هذا الأمر؟ كما قال ضيفك سابقا المتحدث من ألمانيا أنها مجرد خطابات، يعني أضف إلى ذلك أن المسألة أخذوها من المماحكات السياسية ومن باب النكاية. نعم، من بعد النكاية السياسية فعلا هم ينظرون إلى تركيا. أنا لا أعلم كيف تكونت لهم هذه الصورة عن أردوغان وعن حزب العدالة بأنه حزب إسلامي، رغم أن حزب العدالة هو حزب محافظ إلى حد ما، ودولة تركيا هي دولة علمانية موثق ذلك ومكتوب ذلك بالدستور. وعندما يقول الأتراك أنهم دولة علمانية فبالفعل هم دولة علمانية وليس مجرد كلام أو خطابات، وبالتالي هذه الدولة العلمانية وبالتالي هذه الدولة الديمقراطية هي من تسير سياساتها وهي من تحرك أدواتها سواء الشعبية أو المؤسساتية الديمقراطية عبر الأحزاب أو عبر مؤسسات الدولة. هذا اختلاف يبدو، هذه نقطة يبدو أنها تغيب كثير على اليساريين أو الليبراليين العرب الذين يتعمدون عدم النظر إليها. يضف إلى ذلك النخبة التركية الآن الممثلة بحزب العدالة التي الآن هي تحكم البلد في أكثر من يعني 15 عاما، يعني وأثبتت بالترويكة الاقتصادية هذه وبهذه النجاح الاقتصادي التي حققته للشعب التركي، أعتقد أنها رسالة قوية للآخرين الذين ما زالوا يحملون كاهل الشعب أو شعوبهم الأمور الاقتصادية والأمور وأعباء الحياتية التي نشاهدها هنا أو هناك في مجتمعاتنا العربية.
نعم، ماذا عن أستاذ طلال التواصل الإعلامي السريع بين القيادات السياسية وجماهير الشعب؟ هل يعكس النباهة السياسية يعني التي تستند إلى الشعب لمواجهة مغتصبي إرادته؟ في الحقيقة من النقاط الهامة في أي حزب ناجح ودرجة التصاقه بالشارع ومعاناته ومحاكاة هذا الشارع بكل فئاته، ولذلك الخطوة التي قام بها الرئيس التركي بشكل سريع وبظروف لم تسمح له إلا بالظهور عبر شبكة التواصل الاجتماعي يدعو الشعب التركي إلى الخروج إلى الشارع العفو، كان لها أثرها الكبير حيث تلقاها الشارع التركي الواعي الذي استطاع أن يتوافد إلى الميادين وإلى مناطق التي طلب منه الرئيس التركي التواجد في مطار أتاتورك، وبالفعل خروج الأتراك وأنا شاهدت ذلك في مساء أمس خروجهم بشكل جماعي وغير منظم وبأعداد مهولة أثبتت للقاصي والداني أن الشعب التركي شعب حي، أو أن هذا الشعب شعب عانى الكثير من الحكومات السابقة أو الحكومات نعم، وبالتالي خرج ليحافظ على هذه المكتسبات، وشاهدنا أنا شاهدت بنفسي وهم يرفعون الأعلام التركية، وشاهدت أن يرفعون الصور لقادات حزبهم، ولأول مرة أنا أشاهد يعني مظاهرات أو مسيرات بالأحزاب يعني مختلفة أو متباينة كانت في السابق وما زالت يعني، ولكن الهدف وحدها وهو هدف الوطن ومكتسباته الديمقراطي وحدها، وهذا دليل على وعي الشارع التركي الذي استطاع الحفاظ على مكتسباته ومحاصرة الإنقلابيين بصوتهم، أو كما قال الرئيس وزراء السابق التركي أن صوت الشعب يعلو ولا يعلو عليه أي صوت آخر. نعم. أستاذ طلال أيضا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نجيب اليافعي الكاتب والناشط السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور أستاذ نجيب، كنا نتحدث مع ضيفي عبر سكايب أستاذ طلال حول التواصل الإعلامي بين القيادة والشعوب، فمنذ الانقلاب يعني في 2014 كيف تقرأ الخطاب الإعلامي للحكومة الشرعية وأيضا يعني المؤسسات الحكومية والمؤيدة، أيضا ما مدى جديتها في التواصل مع هذه الشعوب؟ للأسف الشديد أنا قبل قليل كنت أشاهد الحشود التي كانت تجتمع في العاصمة صنعاء وفي ساحة الستين في 12 سبتمبر 2014، يعني قبل انقلاب عصابات الحوثي بعدة أيام، وكنا نشاهد الحجم الكبير والهائل الذي خرج لشارع الستين وخرج لشارع الزبيري، وكانت يعني حشود لم نرى مثلها يعني في تاريخ اليمن الحديث، لكن للأسف الشديد ابتلينا بقيادة للأسف الشديد هذه القيادة كانت محطة مشكلة كبيرة صدمت اليمنيين، لأنها لم تجد القيادات كما شاهدنا طيب أردوغان في قمة الانقلاب ويخرج ويخاطب الناس، ولكن عندما شاهدنا يعني إسقاط محافظة عمران ومقتل العميد حميد القشيبي في 8 يوليو خرج الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد 15 يوما وذهب إلى مدينة عمران ليعلن من هناك أن الانقلاب أو أن الدولة اليمنية عادت من عمران. لا شك أن الصدمة الكبيرة التي تلقاها المجتمع اليمني والشعب اليمني أصابته بإحباط كبير وشديد، ولذلك وجدنا أن الشعب اليمني ظل صامتا عندما شاهد الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو يقع تحت أيدي عصابات الحوثي لأكثر من شهر في العاصمة صنعاء، ولم نجد أي تضامن شعبي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عندما ظل أكثر من شهر داخل قصره في العاصمة صنعاء بشارع الستين، لم يكن هناك أي تضامن كما شاهدنا التضامن الكبير الذي خرج لهذا الشعب الحي الشعب التركي العظيم الذي خرج بمجرد أن وجد الرئيس الطيب أردوغان يخاطبه بشكل مباشر وبكل احترام وبكل ثقة وبكل تقدير يدل على احترام الشعب، وبالتالي الشعب التركي العظيم واجهه بتلك الحب والاحترام والتقدير الذي شاهدناه وهو يخرج يعني بتلك الطريقة وهو يضرب قيادات الجيش ويضرب أفراد الجيش
يأتي للدبابات ويعني يتمدد أمام عربات الدبابات. هذه هي شعب الحياة، والشعب اليمني العظيم هو شعب حي، ولكنه لم يجد حتى الآن القيادة التي تستحق. نعم، يعني عند هذه النقطة أستاذ نجيب، يعني الشعب اليمني الذي وصفته بأنه أيضا شعب حي، هل يعني كان قادرا على الحفاظ على مكتسباته السياسية والجمهورية؟ يعني لو وجد القيادة السياسية التي تواجهه أو التي تلجأ إليه في مثل هذا الموقف؟ ما من شك، ونحن شاهدنا في قمة يعني سقوط اقتراب سقوط العاصمة صنعاء، قبل عدة أيام من سقوط العاصمة صنعاء كان الشعب اليمني يخرج بمظاهرات شبه يومية. نعم، في معرفة بالاصطفاف الوطني في شارع الزبيري. بالضبط، عندما كان هناك يعني شعار الاصطفاف الوطني، شاهدنا الشعب اليمني يخرج عن بكرة طبي وفي العاصمة صنعاء وفي قلب الزبيري وفي قلب شارع 60، وجدنا الشعب اليمني العظيم يخرج بكل يعني بكل أفراده، بنسائه بأطفاله، بكل يعني سكان وأحياء العاصمة اليمني صنعاء في كل حاراته وفي كل مناطقه، ولكن للأسف الشديد لم يتبرع حتى الرئيس عبد الرب منصور هادي أو أي من قيادة الحكومة أو أي من قيادة السلطة لاحترام هذا الشعب العظيم الذي خرج وهو يشاهد الموت حوله من كل مكان. ولكن كما نشاهد الشعوب لديها حساسية عالية بالقيادة التي تحترمه وتقدره، ولذلك تبادله بنفس الشعور. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب نجيب اليافعي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ طلال. أستاذ طلال، يعني هل كان يفترض بالقيادة السياسية في بلادنا القيام بالدور ذاته التي قامت به القيادة السياسية في تركيا، الأحزاب أيضا البرلمان كما شاهدنا يعني في تركيا؟ في الحقيقة يعني كما قلت لك في بداية حديثي معك، لا يمكن بأي حال أن أقارن بين المشهدين بهذا الشكل الحرفي أو بالشكل هذا التراتبي. يعني اليمن لم تصل إلى سبتمبر إلا بعد مراحل وأخطاء ارتكبناها أو ارتكبها الجميع، سواء النخب أو الخطوات التي لم ينفذها الثوار حتى آخر لحظة لإنجاح الثورة الشبابية، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة أشبه بالفراغ، حيث كما قلت أنا في السابق بقى الرئيس علي عبد الله صالح بكل قوته، وبالتالي استطاع في لحظات عانت القوى السياسية التي خرجت من الثورة في لحظة ضعفها أن ينقض عليها، وبالتالي شاهدنا الانقلاب أو شاهدنا محاولة دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء باتفاق مع بعض الأحزاب. دعيني يعني أذكر نقطة. نعم. يعني أنا أعرف أن هناك بعض الأحزاب الآن التي ما زالت موجودة الآن في صف الشرعية، ما زال بعض قياداتها متواجدين الآن في صنعاء، ما زال بعض قياداتها يعني متواجدين في صنعاء أمام ويسرحون ويمرحون أمام السلطات الانقلابية من قوات صالح والحوثيين. هذا التباين ليس وليد لحظة وليس وليد حدث قريب، يعني سواء من الانقلاب الحوثي وعلي عبد الله صالح أو قبل، هذه تراكمات عانى منها الشعب، أو تراكمات بالنخب، تراكمات بالمفاهيم، بالثقافة، يعني لها علاقة، لا نريد أن نفلسفها الآن. يعني أعتقد المسألة هي أعمق من أن نتناولها الآن أو أن نقول أن السلطات أو الشرعية الآن كانت تمتلك الأدوات التي تخولها أكثر من السلطات الآن الشرعية المتواجدة الآن في تركيا. لا، نحن نتكلم عن مشهدين منفصلين. قد نتكلم عن المبادئ، قد نتكلم عن الشعوب الحية، قد نتكلم عن نضوج الأحزاب السياسية، قد نتكلم عن قوة هذا الرئيس أو هذا، يعني كلام قد نتكلم عنه بشكل كل في سياقه ومنفصله، ولكن ليس في سياقة المقارنة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ طلال جامل الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية في تركيا، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.